هنروح معاكم لبعض القطاعات يمكن اللي شهدت نمو وحققت بعض الطفرات خلال الثمان سنوات اللي فاتت، ومنهم على سبيل المثال ملف الاتصالات اللي بيعتبر القطاع الأكثر نموا في الدولة بمعدلات جوزة 16%. قطاع الاتصالات الحقيقة قدر ان هو ينمي الصادرات الرقمية لتصل الى 1.5 مليار دولار في العام المالي 2013-2014، وشهدت هذه الطفرة نمو وصلت ل 4.5 مليار دولار لغاية 2021. خلونا نشوف مع حضراتكم يمكن هذا التقرير بيرصد بعض الملفات في قطاع الاتصالات، ونرجع نكمل مع حضراتكم. قطاع الاتصالات أعلى القطاعات نموا والأبرز في تحقيق رؤية الدولة في تطوير قواعد البيانات. يعد قطاع الاتصالات إحدى القطاعات التي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية البلاد في يونيو 2014، ونظراً لأهمية القطاع في تحقيق أهداف وأولويات الدولة المصرية، خاصة فيما يخص تطوير وإنشاء قواعد بيانات تحقق أهداف الاستثمار. ولذلك حقق القطاع على مدار 8 سنوات عدة إنجازات غير مسبوقة، منها ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 16% ويصبح أعلى قطاعات الدولة نمواً. ووفق التقارير الدولية فقد جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمي، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، كما شغلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة وفقاً لتقرير ماجنت. وبرز دور ملف الاتصالات في دعم رؤية مصر الشاملة في التحول الرقمي، حيث تم إطلاق أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية في إطار خطة رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023، كما تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وكذلك تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة، وكلها مؤشرات تؤكد سير قطاع الاتصالات على طريق تحقيق رؤية الدولة الشاملة في ملف هام وهو التحول الرقمي.